تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أخبار الواحدة، نستهلها بالعناوين. في أول أيام تشريق حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث بمشعر منى، وحجاجنا الميامين يتضرعون إلى الله بالدعاء للبلاد والعباد. نسأل الله تعالى لبلادنا وقد مرت علينا ذكرى الاستقلال أن يجمع شملنا كجزائريين وأن يوحد كلمتنا. الجزائر كل يوم في عيد، وجعلها الأمن والأمان والحفظ والسلام إن شاء الله. رسائلنا إلى الجزائريين أن يكون يدا واحدة إن شاء الله، متكاتفين متكتلين إن شاء الله، قلوبا واحدة، وهذا ما نريد إن شاء الله، وهي رسالة الشهداء إن شاء الله. مخبر جديد لمراقبة جودة الأدوية المضادة للأورام السرطانية بمجمع صيدال بالمدية، ومع موجة الحر حملات تحسيسية للحيطة والحذر من التسممات الغذائية حماية للمستهلك. وفي أيام العيد الفضاءات الطبيعية وجهة مفضلة للعائلات للتسلية والترفيه. وفي النشرة أنامل تتحدى الإعاقة وتروج للموروث الثقافي بإبداع وإتقان. في المستهل وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك شرع حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى في أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث الصغرى الوسطى والكبرى في أول أيام تشريق الموافق للحادي عشر من ذي الحجة. وكما نتابع هذه الصور على المباشر من البقاع المقدسة. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى. وأيام التشريق هي الأيام الثلاث التي تعقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحجاج بمشعر منى، وتعرف أيضا بالأيام المعدودات، ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، حيث يرمي الحاج في كل موضع من الجمرات 7 حصيات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، وإن شاء زاد اليوم الثالث، وإلا تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس باتجاه مكة المكرمة للقيام بطواف الإفاضة وإتمام نسكه. وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك رفع حجاجنا الميامين أكف الدعاء بمشعر منى في يوم الذكر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. تمنى من الله سبحانه عز وجل القبول للجميع، والحجاج إن شاء الله في عافية، إن شاء الله الحجاج في عافية وفي صحة جيدة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله كذلك البلاد الجزائر راه يعني عيدوا بالأمس، وإن شاء الله كل يوم في عيد إن شاء الله. الجزائر كل يوم في عيد، وجعلها الامن والامان والحفظ والسلام ان شاء الله. طب رب العالمين الله يقبلنا الحج ان شاء الله، والله يحفظ الجزائر كامله من رئيسها لاخرها، وربي يحفظ الامه الاسلاميه ان شاء الله، وربي يحفظ ان شاء الله، نقولوا عيدكم مبارك كل عام ان شاء الله وانتم بخير. ورسائلنا الى الجزائريين ان يكون يدا واحده ان شاء الله، متكاتفين متكتلين ان شاء الله، قلوبا واحده، وهذا ما نريد إن شاء الله، وهي رسالة الشهداء إن شاء الله، أن نحمي الوطن بإذن الله، أن نكون كذلك على العهد باقون. وأشكر كثيرا كثيرا البعثة الجزائرية إن شاء الله، قامت بنا قوم ما شاء الله في مكة أو في عرفة أو في مزدلفة أو في منى ما شاء الله. نسأل الله تعالى لبلادنا وقد مرت علينا ذكرى الاستقلال أن يجمع شملنا كجزائريين وأن يوحد كلمتنا. حفظ الله بلادنا الجزائر وأدام أمنها واستقرارها، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير،
اللهم احفظ الجزائر وكذلك اللهم احفظ فلسطين. نعمة يعني كان حج يعني ما شاء الله، ما فيه مشاكل، ما فيه أي حادث، وكانت يعني من ناحية الإعاشة ما شاء الله، من ناحية الإقامة ما شاء الله، جزاكم الله كل خير. نشكر السيد الرئيس تبون على التسهيلات اللي منحها للحجاج. لله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لضمان حاجية المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية، تجولت الزميلة منال العجل بالعاصمة لرصد مدى التزام التجار بنظام المداومة، وعدت بالربورتاج التالي. خدمنا البارح واليوم باش نوفروا لكل الجزائريين الخبز ويكون ديسبونيبل اتوتر. حلينا البارح واليوم في برومي جور تاع العيد دوزيام جور تاع العيد باش نوفروا الوسائل كامل المشتريه تاعنا. حنا حبينا نحلوا باش نوقفوا مع الكارتي كدا تما ما نخليهمش كامل يطيحوا اون بان. هؤلاء التجار استجابوا لنظام المداومة المسطر من طرف وزارة التجارة أيام العيد لضمان حاجية المواطنين من المواد الغذائية. برومي جور تاع العيد نيفو تاع لا بولونجري كاين لو ستريكت مينيموم كاين لاليمونطاسيون تاعت كيف كيف ما طحناش اون بان الحمد لله ولا الحمد لله. كاين خبز كاين كلش الحمد لله دوزنا نعيد بيان. وما نخليوش يعني الحاله مغلوقه كما قال الاخر 100% ولا ما كانش حانوت ولا ما كانش كوشه ولا كذا. واللي ظروف احكام تسمى ما نجموش كاع يحلوا ما نجموش كل واحد ظروفه كل واحد يعني اللي يقدر عليها. هذو كلمة محلولين كلمة ماشي محلولين كاين كما حنا دوك حنا في الحومه هنا كاين واحد مفتوح نورمال عنده كلش مفتوح هو الخضر ثاني عنده كلش كاين. وياتي ضمان مناوبات المحلات ايام عيد الاضحى المبارك للقضاء على اختلالات تموين المواطن بالسلع والمنتجات الضروريه ذات الاستهلاك الواسع. في غمرة الاحتفال بستينية عيد الاستقلال استفادت ولاية بومرداس من مشاريع تنموية تربوية وخدماتية هامة، حيث تم وضع شبكة للغاز الطبيعي حيز الخدمة لفائدة سكان المناطق النائية. تقول إكرام قطي: فرحة عارمة بعائلة محمد بعد توصيل مسكنهم بالغاز الطبيعي على غرار باقي سكان منطقة شندر ببلدية الناصرية التي تبعد عن عاصمة الولاية بأربعة وثلاثين كيلومترا. تدشين الغاز اللي هو يعني مادة أساسية بعد الطريق، نحينا المشكلة تاع الطريق، زدنا المشكلة تاع الغاز، وما زلنا المشكل الكبير تاع الماء. المشروع مسجل إجراءات نديرو منا على 15 يوم يبدأوا التجارب تاع الماء. شحال عندنا من العوام احنا نعانيو من هذا الشيء، والحمد لله اليوم كل السلطات حضرونا لهنايا. تقريبا مدة 20 سنة ما شفناش هذا المشروع وحلمناش به، الحمد لله على هذه اللحظة اللي عشناها اليوم على تدشين الغاز الطبيعي. ما يفوق الألف مسكن تم ربطه بالغاز الطبيعي ببلديات الولاية، ولا تزال العملية مستمرة. التدشينات متواصلة ويكونوا حوالي 4700 خلية في القريب القادم. طول الشبكة التي وضعت حوالي 80 كيلومتر، وإحنا في طور الإنجاز في الانتهاء من برامج التي سطرت من طرف الدولة. مشاريع تربوية وأخرى تنموية يبقى الهدف منها الرفع من المستوى المعيشي للمواطن. وضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بالصناعة الصيدلانية، تدعمت وحدة الانتاج لمجمع صيدال بولاية المدية بمخبر مراقبة الجودة للمنتوجات المضادة للأورام السرطانية، خطوة من شأنها الإسهام في الرفع من القدرة الانتاجية والتخفيف أيضا من فاتورة الاستيراد. التفاصيل في هذا الروبورتاج لمنال عبديش. تحد جديد تحقق لمجمع صيدال هنا بوحدة الانتاج بولاية المدية. مختبر مراقبة الجودة لمنتجات السرطان أول مختبر لتحليل منتجات الأورام عن طريق الحقن، موجهة للاستخدام الاستشفائي.
تحليل المواد المضادة للسرطان يكون بطريقة عن طريق أجهزة الكروماتوغرافية الجودة العالية. المعايير التي نستعملها مستوى المخبر المواد المضادة للسرطان هي معايير عالمية معترفة بها دوليا. إنتاج أكثر من 70 مليون وحدة بيع سنويا من مختلف الأدوية. الهدف الرئيس للسلطات من خلال إعادة تفعيل الوحدة المتخصصة في إنتاج المواد الخامة من البنسلين وغير البنسلين. هذه الوحدة متكونة من مصلحتين، مصلحة إنتاج المواد البنسلينية المتخصصة في مسحوق الحقن ومسحوق الشراب وأقراص جافة وكبسولات، يقدر الإنتاج ب 40 مليون وحدة بيع في السنة مقسمة على 20% من الحقن وال 20% الأخرى مقسمة على المنتوجات الأخرى. كاين تطورات عظيمة في الوحدة هذه. أليبوك كانت عندنا 5 ولا 6 لين، اليوم راه عندنا 8 لين دو برودكسيون، وين زدنا كيلكو برودوي الحمد لله. ميم لو مارشي ناسيونال راهي دوموندي بزاف لو برودوي صيدال. هذا بينا ان شاء الله نقدموا الاضافه في كامل المستويات، هكذا على المستوى القدره الانتاجيه ان شاء الله نطمح باش تكون القدره الانتاجيه عاليه، هكذا لانه الطلب على مستوى السوق راه يكثر ويزيد يوم بعد يوم. وضع معالم صناعة صيدلانية متطلعة بثبات نحو التطوير والبحث استراتيجية الدولة للتكيف مع المقاربة الاقتصادية الجديدة لتنويع مداخل الخزينة العمومية ورفع صادرات الجزائر أكثر. وحفاظا على الصحة العمومية، مع موجة الحر تتعالى دعوات للحيطات والحذر من سرعة تلف المواد الاستهلاكية والتي تتسبب في تسممات غذائية قد لها عواقب وخيمة على الصحة العمومية. وعلى هذا تكثف مختلف المصالح نشاطها التحسيسي والتوعوي خاصة على مستوى الشواطئ. الروبورتاج لفتح بور. تكثيف الحملات التحسيسية من مختلف القطاعات المشتركة لفائدة المصطفين بتقديم شروحات وإرشادات من شأنها تجنب أخطار البحر والتسممات الغذائية. كيعوموا بالوقت ونوكلهم بالوقت، ومن 11 للثلاثة ما نخليهمش السميش يقعدوا لهنا، ما نخليهمش يعوموا خاطر سخانة. قالوا لي الحماية المدنية كي تشوف الراية الحمراء ما تعومش. الناس اللي أور ولاية بومرداس هنا اللي ما عندهمش البحار وذا يفيتي ويجوا في هذوك الوقات اللي تكون بزاف الشمس، سورتو ثاني لابو تاعهم الماكلة تكسبوزي على الشمس تفسد. قالت لي طبيبة الأسنان بلي ما تشربيش السخون مور البارد على خاطرش يتشقوا سنانك. العملية ذاتها ستشمل جميع شواطئ ولاية بومرداس. حنايا اوني توت اون ايكيب، معنا بسيكولوج ومعنا لا دونتيست، كل وحده فينا عندها التخصص تاعها. نختلموا هاد الفواس باش نوعيوا على كامل المخاطر ولا كامل اللي قادرين يقيسوا حنا خاصه الشباب والعائلات بصفه مجمله. قدمنا بعض توضيحات ولا بعض ارشادات كيفاش يتم اقتناء هاد المواد الغذائيه باش ما تسببش تسممات غذائيه ويجوزوا الناس موسم الصيف صحي وجميل ان شاء الله. هدف الحمله التحسيسيه هذه غرس ثقافه وقائيه لدى المصطافين من حمايه الرايات، عدم السباحه اللي تعرض مده طويله للشمس. بالنسبه للحمله التحسيسيه ستدوم خلال موسم الصيفي الى غايه نهايته. حملات كهذه تهدف إلى نشر ثقافة سياحية سليمة لدى المصطفين لتفادي مخاطر البحر والتسممات الغذائية. في حوادث المرور، هلك اليوم شخصان في حادث مرور بولاية تيارت إثر انحراف واصطدام سيارة بجدار إسمنتي على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 40. وبعد الحادث مباشرة تدخلت وحدة الحماية المدنية لنقل الضحايا إلى مستشفى محمد بوضياف بمهدية. وببلدية الغروس ولاية بسكرة هلك شخصان في حادث مرور وقع فجر اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة. الحادث نجم عن اصطدام بين دراجة نارية كان على متنها شخصان وسيارة، كما تسبب في إصابة 5 آخرين بجروح حسب مصالح الحماية المدنية. دوليا، وفي الملف الصحراوي، دعا أزيد من 670 شخصا
شخصية سياسية ونقابية وأكاديمية ومنظمات برتغالية في رسالة مفتوحة إلى حكومة البلاد دعوا إلى ضرورة الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ودعم إقامة حوار مستمر ومباشر بين طرفي النزاع. وفي فلسطين أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس قنابل الغاز شرق مدينة الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من يهود مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق الخليل هاجموا منازل المواطنين ورشقوهم بالحجارة. إلى الفن التشكيلي الآن، فعندما تتحدى الإعاقة الصعاب تبدع أنامل عبد اللطيف ابن مدينة الورود البليدة تحفا تجسد صورا فوتوغرافية وتحاكي الواقع وتحفا فنية فائقة الجمال تروج لموروثنا الثقافي. المزيد مع كريمة لشبط. متثاقل الخطى العاجزة عن حمله والتي لم تكن أبدا له عائقا، فتح لنفسه عالم الإبداع متنفسا، يحبو إلى ركنه الملهم تفننا، تزاحم فيه الأفكار ريشته المتراقصة، للألوان فيها حكاية ترويها أنامله. بديت هذه الحرفة هذه كنت صغير، عندها واحد 48 سنة. واش نقول لك، الحرفة هذه هي حبتني قبل ما نحبها انا. نخدم الفن كما نقولوا حنا النادر، اتنين كما شبه الرخام، شلون نخدم بالشيراميك في رواد، يعني نعم عليك الله، كما نقولوا حنا نخدموها طبيعي. وله مع الخط العربي نصيب. كاين الخط الحجازي وكاين خط الرقعة، كاين خط الديواني، كاين خط الإيجاز، كاين بزاف خطوط. عمي عبد اللطيف لا يبارح المكان، لكن المكان يسافر بنا عبر الزمان في صور امتزجت فيها طبيعة المواد مع رؤية فنان. شاركت حمل معرض قريب 200 إلى 250 معرض. الدولية تاني شاركت دولي. هاد الفن هذا اللي كتشوفوا فيه، هذا هاك تشوف الفن هذا يا نورثوه للأجيال، ما يحبش عندنا حنايا. تحف تقليدية تفوح أصالة عبق الماضي الجميل، وحاضر يخط تفاصيله ليرسم معالم مستقبل بجيل متشبث بتراث يأبى أن يندثر، وتلك وصية صاحبهما من ذوي الهمم. ونفترق في ختام النشر على أجواء الاصطياف، حيث تعد الفضاءات الطبيعية والواجهة البحرية بولاية جيجل مقصدا مفضلا للعائلة الراغبة في التسلية والترفيه، وهذا خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المزيد في هذه المرسلة لعبد الرحيم شمعوني. حتى وإن اختلف الجزائريون في قضاء عطلة العيد على مدار أيامها، تبقى الواجهات البحرية وفضاءات التسلية الملاذ الوحيد والوجهة المفضلة للكثير من العائلات ومتنفسا لها. عقبنا الإجازة العيد وما شاء الله الأولاد إن شاء الله هنا مخرجينهم يسهروا، وننصح عائلة جزائرية أكل نحدفوا لي شوية على روحها مع الضغط لشارج تاع الخدمة وتاع السخانة وتاع، والحمد لله. بصحة عيدكم. ضحينا أنا في العطلة تاع الصيف، العطلة تاع العيد خرجنا الأولاد يتنسموا شوية، ما محنا نتنسموا شي نسمة تاع البحر، ينعاد علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. لا احنا جينا لهنا مريحين وقاعدين مع ريحة البحر وهذا، والحمد لله ماذا بك الانسان يخرج برا خير صح كي وشي. عندنا الصباح عندنا في سماه في الاقارب الى اخره، ورحنا ثاني عندنا ثاني اجازه في البحر ما شاء الله، بعد جبنا الاولاد هنا يلعبوا الى اخره. وهنا اطفال وجدوا راحتهم بهذا الفضاء الترفيهي من خلال مرافق مهيئه للعب. ذبحنا الكلب
وعدينا العيد ورحنا غفرنا العباد، ومن بعد جينا لهنا تمتعنا مع عائلة الألعاب. جينا مع العائلة دوكا كلينا تفرجنا لعبنا في ألعاب الدراجات الألعاب السيارات. ويبقى الحرص على احترام قواعد السلامة الصحية في مختلف الأماكن العمومية مسؤولية الجميع للوقاية من كوفيد-19. إذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. في أول أيام التشريق حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث بمشعر منى، وحجاجنا الميامين يتضرعون إلى الله بالدعاء للبلاد والعباد. نسأل الله تعالى لبلادنا وقد مرت علينا ذكرى الاستقلال أن يجمع شملنا كجزائريين وأن يوحد كلمتنا. الجزائر كل يوم في عيد، وجعلها الأمن والأمان والحفظ والسلام إن شاء الله. رسائلنا إلى الجزائريين أن يكون يدا واحدة إن شاء الله، متكاتفين متكتلين إن شاء الله، قلوبا واحدة، وهذا ما نريد إن شاء الله، وهي رسالة الشهداء إن شاء الله. مخبر جديد لمراقبة جودة الأدوية المضادة للأورام السرطانية بمجمع صيدال بالمدية. ومع موجة الحر حملات تحسيسية للحيطة والحذر من التسممات الغذائية حماية للمستهلك. تابعنا في النشر أيضا الفضاءات الطبيعية وجهة مفضلة للعائلات للتسلية والترفيه خلال أيام العيد. وتابعنا أنامل تتحدى الإعاقة وتروج للموروث الثقافي بإبداع وإتقان. نشرتنا تمت مشاهدينا في أمان الله.